طيب قبل بس ما نروح فاصل، عايز اسالكم، المدرب اللعيبه كام في الميه، المدرب كام في الميه، الاداره كام في الميه، الامكانيات والجماهير كام في الميه، المنظومه بقى. المنظومة المنظومه خمس اضلاع. هو طبعا هو انت ما تقدرش تحدد، بس لكن تقدير حاجة تقديرية، ايوه لكن ممكن طبعا. لا لا يعني بتكلم تقدير عشان السادة المشاهدين. هو طبعا نجم كبير زي تبتدي اللعيبة الأول، اللعيبة يعني كام في المية اللاعب مثلا؟ اللي بيصنع البطولات كام في المية مثلا؟ بالك تديله كام في المية في المنظومة؟ اللعيب يبقى أكتر من مدرب والمدرب بعده. صح، واخد بال حضرتك؟ اللعيب الأول وبعدين هو اللعيب، تديله درجة كبيرة وبعدين المدرب بعده على طول وبعدين الإدارة. بعد الإدارة. يعني كده. تتفق معك؟ اتفق طبعا كابتن ربيع. انا شايف اللعيبه يمكن عليهم 40% تقريبا من الويت بتاع اي فريق، وبعد كده بيجي المدير الفني يمكن نسبه حوالي 25%، بعد كده ثم اداره النادي ممكن توصل 15%، ثم بعد كده بقى الجمهور والامكانيات 10% لكل واحد فيهم. حلو جدا. طيب